عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. نرجع لنصنا ونقول كده: الكاتب تتبين خوف استعارة مكنية، تراه يفيض استعارة مكنية، المنازل يمين وشماله طباق، طبعا المنازل الأطفال مزعورة، تشبيه مبتكر، تشبيه بليغ، يتلفتان كما تتلفت الشاة الضالة عن خطاياه، تشبيه تمثيلي، لا يتحرك إلا خوف الذئب، استعارة مكنية، سواء الخوف الشمادي يتحرك، ويتسحبان معا وراء الأشعة المنبثقة في الطريق، كأن أضواء المصابيح هي طريق قلبيهما الصغيرين، تشبيه لأضواء المصابيح بطريق القلبين، تمام؟ طفلان أو منقطعان في ظلام الليل، إجاز بحذف المبتدأ للاهتمام بالخبر، وليس على الأرض أهنأ من ليل الطفل النائم، فهل يكون فيها أشقى من ليل الطفل الضائع مقابلة؟ تمام؟ وهل يكون استفهام غرضه النفي؟ نامت أحلامه ما استعار مكنية، صور الأحلام بإنسان ينام تشخيص، نامت واستيقظ الطباق، للحقائق المظلمة الفظيعة استعار مكنية، صور الحقائق بليل مظلم، وضاع من البيت ويحسبان أن البيت والضائع منهما، البيت ضائع استعار مكنية، صور البيت بشماد يضيع. طفلان إجاز بحذف المبتدأ الاهتمام بالخبر، في وزن مثقالين، تشبيه بليغ للطفلين بالمثقالين، مثقالين الإنسانية استعارة مكنية، صور إنسانية بشيء مادي يوزن، صورة مركبة، يحملان قناطير من الروح باستعارة مكنية، صور رعب بشيء مادي يوزن، مثقالين وقناطير طباق. أنا عايزك بقى نربط أجمل حتة في النص. الكاتب متحسر على حال الواد والبنت، ها خلي بالك بقى عشان الحته اللي جايه دي: طفلان في وزن مثقالين من الانسانيه، يحملان وزن قناطير من الرعب. طب شبابنا بقى، رجالتنا اللي هنا معانا في قناه الرحمه، عايزين نشيل كذا طن رعب عشان ننقذ الواد والبنت. ايدك معايا، ايدك معايا ايه بس كذا طن يا عم؟ دي قوه بشريه ما حدش يقدر عليها. طب هنعمل ايه؟ خلاص بقى، فيلجأ الكاتب الى الله صاحب القوة التي لا قبلها ولا بعدها، وينادي على الله بأحب النداء إلى الله بصفة الوحدانية. الحتة اللي جاية جميلة قوي. الكاتب ينادي على ربنا يقول له إيه: يا من لا إله إلا هو من سواك. تاني الحتة دي جميلة قوي: يا من لا إله إلا هو من سواك. لهاتين النملتين، يا اللي ما فيش إله غيرك، هو من غيرك للنملتين دول. وقلنا النملة تحمل أضعاف وزنها، وده يتناسب مع الوصف اللي فات، ودي استعارة تصريحية. نداء وتضرع على رب العالمين لينقذ الطفلين، وبيان من الكاتب أن الله هو الذي أخرج الطفلين لموعظة الناس في جنح في ظلام هذا الليل الذي يشبه نقطة من غضبك. ده تشبيه مبتكر بس غامض، هو عايز يخوفنا من غضب ربنا والعياذ بالله، فبيشبه الليل بنقطة من غضب الله. لقد أخرجتهما، يبقى الله عز وجل هو اللي أخرج الواد والبنت. مخرج مفعول مطلق، أصغر موعظة للعين، ودي تشبيه شبه الطفلين بالموعظة، تنبه توقظ أكبر حقيقة في القلب، حقيقة الرحمة، وده كله استعارة مكنية، صور الموعظة بإنسان ينبه والحقيقة بإنسان يتنبه. وعرضت منهما للإنسانية صورة، ربنا سبحانه وتعالى عرض منهم صورة، تشبيه بليغ. لو وفق مخلوق عبقري، لو في فنان رسام عبقري فرسمها، لجذب كل أحزان النفس، استعارة مكنية. صورة إيه؟ التفصيل بعد الإجمال: الحب. الواد يمشي متساندا إلى صدر الرحمة، البنت في طريق المصادفة المجهولة، الحب والرحمة استعارة صحية، شاب الولد بالحب والبنت بالرحمة، في طريق المصادفة المقابلة فين؟ المجهولة مش عارف. وعليهما ذل اليتم من الأهل، وبيفسر لك كلمة ذلة وانكسار اللي من شوية. ذل اليتم، اليتيم المنفرد البعيد عن أبوه، رمز العزة والسند والظهير بعد الله، قال لك بيبقى مذلول، ومسكنة الضياع بين الناس. الضايع مسكين، اي حد فينا بيتوه او معاه عنوان، ما حدش فينا بيروح لواحد يقول له ايه، ممكن تقول لي العنوان ده فين؟ ما تقول يا عم، حد بيعمل كده؟ ده انت كل يوم لو سمحت من فضلك انا اسف، العنوان ده بس فين؟ تحس ان ضايع مسكين، ومسكنته الضياع بين الناس، وظلام الطبيعه وكآبتها، ازدواج. رايت الطفله وقد تنبهت،
يا سلام على تنبهت صحيت، يعني هي موجوده عاطفه الامومه موجوده بس الموقف صحها فيها لاخيها الصغير غريزه ام فطره ام كامله، فهي تشد على يده ايد واحده منه بيديها معا، ماسكه ايد واحده بايديها الاثنين كانها مزعلمت من ساعه ما عرفت انها ضائعه، تحاول ان يطمئن اخوها الى انه معها، بتطمنه انت معايا ما تخافش مش هتضيع طول ما انت معايا، فهي على رحمه الله. استغاثه برحمه الله سبحانه وتعالى او تعجب من رحمه الله الواسعه التي شملت وخلت البنت ترحم اخوها. فيا لرحمه الله. وبعدين الراجل الكاتب بتاعنا بيبين ان البنت الامومه ظهرت ازاي؟ رايت الطفله وقد تنبهت ظهرت فيها لاخيها الصغير، ظهرت لاخوها الصغير غريزه ام كامله فيها استعاره مكنيه، فهي تشد على يدي بيدها معا وكانها منذ علمت انها ضائعه تحاول ان يطمئن اخوها لانه معها، فيا لرحمه الله. وقد اسندت منكبه الى صدرها وهي تمشي، سند كتفه عن صدرها ماشيه، فلا ادري مش عارف ان كان ذلك لتحمل عنه بعض تعبه فلا يتساقط، هتشيل تعبه عشان ما اقعش، او ليكون بها اكبر من جسم الضئيل فلا يخاف، يبقى كبير فما يخافش، او لانها حين لم تستطع ان تفهم في قلبها بلغه اللسان افاضته على جسمه بلغه اللمس، أو لا هذا ولا ذاك، إنما هي تستمد من رجولته الصغيرة حماية لأنوثتها بوحي الطبيعة التي رسخت فيها. حطينا أربع حاجات. بيقول كده سندت كتفه عن صدرها وهي ماشية، مش عارف ليه؟ تشيل تعبه عشان ما يقعش، أو ليكون أكبر من جسم الضئيل يطول بيها ما يخافش، مش قادرة تقول له أنا زي والدتك ما تخافش طول ما أنت معايا بلسانة قالته باللمس، أو لا هذا ولا ذاك. سؤال 2013، أي الترجيحات تميل؟ هقوله الأخير. ليه؟ لأنه نفى اللي فات، لا هذا ولا ذاك، وأكد اللي جاي. إنما هي تستمد من رجولته الصغيرة حماية لأنوثتها، رجولة أنوثة طباق، هي عايزة تقول له أنت السبع اللي معايا احميني بقى أنا ماشي في ظلك، والكلام الجميل ده بوحي الطبيعة، جامع وحي طبعا في نفس الامتحان، وحي بضم الواو وكسر الحاء. ثم يبين بعد كده لما وقف قدامهم بقى، ولما وقف بإزائنا قدامنا كان هذا الصغير يقلب في وجوه الناس نظرات يتيمة، نظرات يتيمة استعارة مكنية ترتد فيها الشدة فيها القسوة، ولذلك أقوى من ترجع على قلبي آلاما لا رحمة فيها. ليه؟ إذ يشهد وجوها كثيرة، شايف وجوه كتير قوي، إيه يا رفعي؟ إيه الغلطة دي؟ وجوه كثيرة إزاي؟ واحنا اصلا لسه قايلين من اول النص ان الناس اللي موجوده ناس قليله خالص. اذ يشهد وجوها كثيره ليس لها ذلك الشكل الانساني المحبوب الذي لا يعرفه الطفل من كل خلق الله الا في 200 ابي تفصيل بعد اجمال. بيقول كل الوجوه اللي بيشوفها دي مش ده الوش اللي انا بحبه الام والاب. ولما رايت الطفلين، هنا رايت الطفلين، كان في الاول بيقول ابصرت الطفلين، اربط الكلام ببعضه بقى. ضممتهما الي، ضممت الواد والبنت احتضنهم، تعالى العم وحبيبي، وليتهما عن كآبه القلب بسرور البطن. القلب حزين؟ نلهيه بان البطن تفرح. فدفنت كل، الله يسامحك يا رب، دفنت كل الامي ما في بعض قطع الحلواء. اولا الدفن ما ينفعش مع الحلاوه. ثانيا كل، هو انت يا رافعي لما اديت الواد والبنت ملبستين اقول لك خدنا معاك بقى بلاها امنا وابونا؟ لا طبعا، ما فيش حاجه اسمها دفنت كل، قول دفنت بعض او قضيت على بعض، يبقى الدفن للميت طبعا دي استعاره مكنيه، صور الالم بشيء مادي يدفن او بانسان يدفن، كلاهما صحيح، لو قلت شيء مادي هتقول تكسيم، لو قلت بانسان تقول تشخيص. طيب طبعا الدفن ما ينفعش، وكل ما تنفعش، حتى هو اللي وقع نفسه بالغلط ازاي؟ لما قال فطائمه واستضحك تصنعت ضحك، يبقى مش من قلبه، يبقى في الم لسه، وتطلع لحياه جديده امنه، مستنين حياه افضل من اللي فاتت. وبينما اللي جاي ده بقى الفقره اللي جايه دي الحفظ، ايه ده هو النص ده جزء في جزء حفظ؟ طبعا في جزء حفظ، تمام؟ بيجي تسميع في النثر كتير. وبينما يا دوبك احنا واقفين كده
وبينما نحن على ذلك هتلاقي بقى ايه شغل المفاجآت إذ وإذا كتيرة قوي قوي. وبينما نحن على ذلك إذ ارتفع سواد، إذ الفجائية سواد شخص مقبل والجمع أسودة مقبل كأنه روح ليلات مظلمة تشبيه غامض تغشى الطريق تغطي الطريق. فتبينت فإذا استوضحت كده فإذا امرأة تهفو كذات الجناحين، واحدة ست بتسرع زي الطيارة. خلي بالك من كلمة ذات الجناحين، يبقى الست فاردة دراعاتها للعيال بدليل كلمة كذات الجناحين، ده وجه الشبه اهو. وبعدين وكأنها تنساق بقوة تحترق في داخلها امتداد للصورة السابقة. ثم أخذتنا عيناها بصت عليهم، فإذا يوم الطفلان، إذا الفجائية، وإذا الفجائية هنا بعدها مبتدأ، تبدو من لافاتها واستطاراتها الولدية، لافتة وفزعة الولدية، كأنما تحاول أن تختطفهما من بعيد بقوة قلبها. هتخطف الواد والبنت بقوة قلبها. عرفت منين إنها هي يا رافعي؟ وما عرفت أنها هي إلا بأن روحها كانت منتشرة، العاطفة بين على وشها منتشرة على وجهها ملموسة واضحة في نظراتها إلى الصغيرين. كل دي استعراض مكنية. وكانت لها عجبني ده، قبل ما القارئ يقول لها انت لسه جايه دلوقتي والواد والبنت خايفين كنت سهرانه فين، قال لك لا ما تظلمهاش، وكانت لها هيئه ام وضعت الجنه تحت قدميها. المنظر ده منظر ام الجنه تحت رجليها، طبعا ده تاثر بالثقافه الدينيه من خصائص الرافعي. وبعدين وهل الطفلان، صح الطفلان لما ابصر امهما ونفض ايديهما نفض الاجنحه، هم طبعا هي جايه فارده دراعاتها عشان تحتضنهم، وهم طبعا ايه بدلوها حركه تحريكه الاجنحه شغل بقى ماما جات ماما جات والكلام الجميل ده، تمام. واكبت عليهما ادلقت عليهم بجسمها ومدامعها وقبلاتها العطف لتنوع مظاهر الحنان، والتحم بها التحام الجزئي بكله الهاء للتخصيص، واشتبكت الاذرع في الاذرع جزء كل طبق طبعا، حتى لا تفرق بين سلاسات في معاني الحب الا بالكبر والصغر، كبير هي كبيره وهم صغارين طباق. ورجعت الطفله تشبيه للام بالطفله، كان تاريخها يبدأ جديدا في ساعة من الساعات الفاصلة تتحول عندها التاريخ. ايه ده؟ هي الأم، لماذا ربط الكاتب تاريخ الأم برؤية الأطفال؟ لأن الأمومة بوجود الأطفال، واحدة عندها أطفال يبقى أم؟ طب واحدة فقدت أطفال عياذا بالله، ربنا يبارك في أبناء المسلمين جميعا يا رب. ها؟ تبقاش أم؟ يبقى الأمومة ربطها الكاتب بوجود الطفلين برؤيتهم. يبقى أم وضعت الجنة تحت قدميها، تأثر بالحديث الشريف، وبعدين في الآخر قال الأم رجعت عيلة صغيرة تلعب معاهم. ده كان كلامنا في نص الصغيران. معلش احنا جينينا عشان وقت حلقتنا، لأن احنا محتاجين نخلصه كله النهاردة، كان نفسنا ناخده على حلقتين بس معلش مفيش فرصة لكده والله. ربنا يا رب يحفظكم ويبارك فيكم. عندنا سؤال حلقتنا النهاردة، يا ترى السؤال إيه؟ لماذا قال في أول المقال أبصرت وفي آخره رأيت؟ لماذا قال في أول المقال أبصرت وفي آخره رأيت؟ مكتوب عند حضرتك أو التواصل معنا، ترسل إجابة على الفيسبوك على صفحة البرامج التعليمية على قناة الرحمة الفضائي. هي كده حكي العنوان كده، البرامج التعليمية باللغة العربية على قناة الرحمة الفضائي. خلاص؟ هتلاقي ساجع كده برامج تعليمية قناة الرحمة الفضائية، تمام؟ وانت فاهم انت وهي؟ تمام. يبقى كل الكلام ده بفضل الله ونعمته نتابع مع حضرتك ونشوف مع بعض الناس الفائقين اللي كانوا مركزين معانا في حلقتنا. ربنا يوفقكم يا شباب ويبارك فيكم. عايزين ناس بننصح كل مره بالاجتهاد بالجد. انا الواحد بيرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون احنا والناس اللي معانا بيساعدونا نكون سبب في اسعادكم واسعاد اهليكم، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا صدق النيه والله، لأن ربنا سبحانه وتعالى والله بيسعدنا جدا لما نجد الإجابات. ولوحة الشرف النهاردة لما الناس من أنحاء مصر وبعض الإخوة من الوطن العربي وأخ راسل من الأردن بيقول المناهج يعني مختلفة في بعض الحاجات شبه بعض الحاجات، أرسل كل ده على صفحة البرامج التعليمية، دي قمة السعادة. أسأل أن تقبل منا جميعا، منا المدرسين ومن الأفاضل القائمين على القناة وكل الناس اللي شغالين فيها، الجنود المجهولة خلف الكاميرات، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وشباب أفاضل وزي العسل، ربنا يبارك فيهم جميعا وفيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.